رأيي شخصيا نقول كان الله في عون المريخ. المريخ اسم كبير ويعني ما يستاهل الوضع الآن يعيشه، لأنه سمعة المريخ هي سمعة السودان، وكل الناس يعني خلف المريخ الكيان، المريخ العظيم. نعم الآن المريخ منذ وصول سوبكال لسدة الحكم في نادي المريخ ظهرت التناوشات والانقسامات، وأدت إلى ما أدت إليه من حال الفريق حاليا. ولكن يعني لازم المريخ يلعب باسمه، يعني زمان المريخ كان لما يجي فيه هدف الفريق الثاني يتمنى أنه تنتهي المباراة. ليه؟ لأنه المريخ كل ما قطع منه راس بتجيب 20 راس. فالناحية الفنية دي معدومة الآن في المريخ، يعني زي ما ذكر الأستاذ المدثر، يعني المريخ فيه نقص كبير جدا إضافة للغيابات الموجودة، وهو داخل بضغوطات كان بيلعب في أرضه، لازم يحقق النتيجة الإيجابية على أمل يرمي وراء ظهره نتيجة فيتا كلوب السابقة. فالانقسامات الإدارية عملت عملتي في المريخ، فبس نقول كان الله في عون المريخ، وإن شاء الله لعبة المريخ يعني يكونوا على قدر المسؤولية. نعم. ويقدموا الأداء الطيب أمام سيمبا، وسيمبا زي ما بيقولوا هو من أحسن الفرق حاليا مع صن داونز. يعني نعم أستاذ أحمد سيمبا.